تحرك لم يعد غريبا في ساحل المتوسط وصول حامله طائرات امريكيه ثانيه يرفع من الحشد العسكري غير المسبوق الذي تريد واشنطن من خلاله تعزيز تمركزها في المنطقه حامله الطائرات القتاليه يو اس اس دوايت ايزنهاور هي من فئه نيميتزا العملاقه وتعمل بالطاقه النوويه دخلت الخدمة عام 1977 وتحمل اسم الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة دوايت آيزنهاور تم نشرها خلال حرب الخليج الأولى وحربي العراق وأفغانستان وهي ليست حاملة طائرات عادية على متنها يوجد خمسة آلاف بحار لديها جناح نقل جوي بأسرابه التسعة كما يمكنها حمل ستين طائرة مقاتلة من طراز F-18 ومجموعة من الطائرات المروحية والاستطلاعية وترافقها سفن أخرى كطراد الصواريخ الموجهة فيليبين سي ومدمرتي الصواريخ الموجهة غريفلي وميسون وعلاوه على قدراتها العسكريه الفائقه تضم ايزنهاور مستشفى يتوفر على مسعفين وجراحين واطباء وعلى متنها طائرات مروحيه يمكن استخدامها لنقل الامدادات جوا لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات